العيال دي حافظه الجبل يا احمد. اقف يلا. تمام يا فندم. بقولك يا علي. امرني يا فندم. ركز لي في وش الواد ده كده كويس. هو ده يا فندم. هو ده اللي هرب من قوات وقاوم الكمين. ما حصلش. ما حصلش يا باشا، اقسم بالله العلي العظيم. ما انا يا فندم حضرتك اكيد مشبه عليا. انت متاكد ان انت وطلعك من وسط مليار واحد؟ علي. امرني يا فندم. البيت دي اللي كانت معاه ساعة الواقعة ولا مش هي؟ ركز. مش فاكر يا فندم. أنا ما كنتش مع حد، أنا أول مرة أشوفه النهاردة. آه يا زبالة يا واطية. لا هي يا باشا اللي كانت معايا، وبالأمارة اسمها هند وساكنة في المعادي. اهدى يالا، وطي صوتك وأنت بتتكلم قدامي. ألو. أيوة يا فندم. حاضر يا فندم. ثواني أبقى قدام ساعتك. اتفضل. اتفضل. ما اسمعش حس حد فيكم لحد ما ارجع. مش انت؟ ها؟ ده انا هنفخك. اتفضلوا. اتفضل. 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 الهاتف الذي طلبته غير متاح حاليا. الهاتف الذي طلبته غير متاح حاليا. ايه يا حبيبي؟ اتأخرت ليه قوي كده؟ معلش حبيبتي، قبل ما لفيت على زمايلي واديت له كل واحد امانته. وكله تمام؟ قصدك ايه؟ قصدي يعني انك رحت الناس كلها وكله تمام يعني؟ اه رحت لهم كلهم. طيب انت شكلك كده جعان. خمس دقايق هحط لك العشاء. استني بس. ايه ده؟ انت عامله عشاء ولا ايه؟ لا انا كنت جبته كده من مطعم هنا قريب مننا، بس الاكل هيعجبك قوي. خمس دقايق هحضر لك العشاء. مطعم؟ انا قلت كده برضه. انت هتعمل لي عشاء. ايه يا حبيبي؟ انت لسه زعلان مني؟ عايز عليه بقى بعد ال لا طبعا ربنا ما يجيب زعل. الحكايه وما فيها، بس يعني انا عارف ان انت واخده على طريقه صرفه معايا انا من ايام ابوكي، بس الطريقه دي هتخلينا ما نعرفش نعمل اي حاجه. لا نعرف نغير عربيه ولا نجيب فيلا في زايد ولا حتى شاليه في الساحل. وانا وعدك ان ده مش هيتكرر تاني. مش عارف، حاسس ان الوعد ده اونطن. كمان حاسس ان لو بعت لك مرتبي من هناك هتصرفيه كله. بس ولا يهمك، بعد اللي انا شايفه. قصدي يعني اصرف اللي انت عايزاه. انا عارفه ان انت مش سعيد معايا يا حسن، عارفه ان موضوع الخلفه مؤثر معاك. طب ايه رايك بقى ان انا اسعد واحد في الدنيا دي كلها؟ انت امي وحبيبتي وبنتي وكل حاجه حلوه في الدنيا دي. انا بحبك. ربنا يخليك ليا.
ايوه رائف، انت فين؟ عند جورج؟ طيب انا جاي. انا لا لا انا اللي حاكي، انا خليك زي ما انت. الراجل الفشار اللي عندك ده وحشني قوي. اوصل حضرتك يا فندم؟ لا لا روح اركن العربية وروح انت، انا هتمشي شوي. تفضلوا يا شباب، الاكل جاهز، سيادة المستشار هيلحقنا لانه جاي في الطريق. حبيب عم جورج. شكر ليكوا يا جماعه، معلش تعبتكم معايا النهارده. ايه يا عم رائف اللي بتقوله ده؟ انت هتزعلنا منك، احنا اخواتي يا اخي، لو قلت الكلام ده تاني بجد اقفل منك. ثابت ده اكتر من اخويا يا ابني، ربنا يقومه بالسلامه. ما تقلقش ان شاء الله هيبقى زي الفل. يا رائف لو احتجت اي حاجه مش محتاج اوصيك. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم يا ابني. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مع الف سلامه. السلام عليكم. مع الف سلامة. الف سلامة على بابا. الله يسلمك يا حسنى. طمني الدكاترة قالوا ايه؟ الدكاترة ما قالوش حاجة، في حالة تعتيم غريبة كده، حتى ما رضوش ان انا بات معاه النهاردة في المستشفى. معلش ان شاء الله خير يا رب. الف شكر يا حسنى. اخص عليك يا رأف اللي انت بتقوله ده، تشكرني على ايه؟ انت عارف عم ثابت قد ايه انا بحبه وبعتبره زي بابا بالظبط. عارف، عارف يا حسنى اللي حصل ده كسر لي ظهري. ابويا كان كل حاجه في حياتي، كان ظهري وسندي. متقولش كده، خلي أملك في ربنا كبير. الحقيقة والخيال. بين الحقيقة والخيال مسافة كبيرة، والسبب أن الحقيقة دائما أغرب من الخيال. الخيال يجب أن يربطه خيط منطقي،
ليجعلنا نصدقه. أما الحقيقة فقد تكون لا منطقية، مجنونة، مثل شخص معتوه يروي أقصوصة أو يقذف من فمه نبوءات مستحيلة. وهذا ما حدث مع سكان شارع 9. فمهما جنحت بخيالك إلى أبعد مدى فالحقيقة كانت أغرب وأبشع من اللامنطقية. هذا الشارع الذي نراه من الخارج مثال للتحضر والمدنية والرقي والعلاقات الإنسانية المثالية، هو النار تحت الرماد. وحشتيني. انت كمان وحشتيني قوي. وحشتيني اكتر. ايه ده حسن؟ جيت بدري يعني النهارده؟ وحشتيني. قلت اجي بدري لقيتك انت اللي اتاخرتي. وانت كمان وحشتني. بس اسكت، ده كان حته يوم النهارده. محدش قالك تشتغل الشغلانه المنيله دي. عندك حق، بس سبحان الله يا اخي الواحد ما بيعرفش قيمه الحاجه وهي في ايده. تعرف النهارده جالي واحد ساب ابنه رهن عند تاجر مخدرات عشان خاطر تذكره هيروين، ما يعرفش ان في ناس بتتمنى ضوفر طفل. وبعدين بقى احنا هنرجع نفتح الموضوع ده تاني؟ يا حبيبتي يا حبيبتي، انتي عندي اغلى من اي حاجة في الدنيا كلها. بعدين احنا حاولنا نعمل كل حاجة بس ربنا ما قردش. الحمد لله على كل شيء. ها قوليلي بقى عملتي ايه مع الراجل؟ طبعا اديتيله الفلوس عشان يفك رهنية ابنه. لا طبعا، وانا عبيطة؟ انا لو كنت اديتله الفلوس كان راح شم وما رجعش ابنه. اما انا عملتي ايه؟ ما تردي عليا، قولي لي عملتي ايه؟ كنا عملت ايه يعني يا حسن؟ رحت معاه طبعا لتاجر المخدرات، اديت له الفلوس ورجعت الولد. رحت لتاجر المخدرات؟ ايوه يا حسن، ما هو ما كانش في حل تاني غير كده. رحت اديت له الفلوس واخدت الولد. وبعدين انت قلقان من ايه؟ ده ما كانش بعيد، ده طريق مصر اسماعيليه في منطقه اسمها السحر والجمال. لا 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 لا، انت كده اتجننتي رسمي. في ايه يا حسن؟ انت بتعلي صوتك كده ليه؟ تعلي صوتي؟ ايه السذاجه اللي انت فيها دي؟ رحت لتاجر مخدرات؟ طب وايه المشكله؟ ما انا رجعت واقفه قدامك اهو، صخ سليم ما فيهاش حاجه. انت جننتي رسمي بقى. في ايه حسن بتزعق كده ليه؟ بزعق ايه يا شيخه؟ على طول بتصرفي بالسذاجه دي، في ايه؟ ايه رأف؟ بتعمل ايه؟ ايه؟ لا لا مفيش حاجة، انا كنت هنام بس حسيت ان انا مخنوق شوية فقلت اطلع في الهواء يعني. مخنوق؟ كده ما ينفعش يا ابني. اللي انت بتعمله ده في علم النفس اسمه مازوخية، يعني لذة تعذيب الذات. وانت لا اول واحد ولا اخر واحد انفصل عن خطيبته وجوز غيره. يا بابا حضرتك فاهم الموضوع غلط خالص. أنا ما بقيتش أفكر في حاجة زي كده. بأمارة ما أنت قاعد تراقب فيها ليل نهار.
أنا في حاجات عايز أفكرك بيها، أرجوك ما تنساهاش. أنت درست حقوق وأنا كنت عايزك تكمل معايا في مكتبي، رفضت ورحت درست ديكور وقلت ماشي، وفتحت لك مكتب ضخم جدا، مش لأنك ابني، لأنك فعلا مهندس موهوب. كمل بقى، كمل. أنت مكتبك ده كان مفروض يبقى من أكبر مكاتب الديكور في مصر. سيبك بقى من الحب العجيب اللي عمال يدمر فيك ده. أبا أنت ليه مصر يعني؟ مصر إيه وزفت إيه؟ اسمع يا ابني، الأسبوع الجاي أنا هنزل إعلان أعرض الفيلا دي للبيع، ونروح نعيش في أي داهية. ما هي طول ما هي قدامك عمرك ما هتنساها أبدا، وأنا ما عنديش استعداد أشوف ابني بيضيع قدامي وأنا مش قادر أعمل حاجة. بابا أرجوك. أرجوك إيه وزفت إيه؟ الموضوع انتهى، كلام خلص، الحكاية زادت عن حدها، وأنا لازم ألاقي حل للموضوع ده. ليه ابني روح مكتبك، ابدع، اشتغل، فكر، وخلص الشغل المتلتل على دماغك ده. وبعدين يعني أنا مش عايزك تعيش راهب، بالعكس أنا عايزك تستمتع بحياتك، بس ما تنساش شغلك ونجاحك. حكاية الحب والجواز دي سيبها على الله، سيبه هو يختار لك. وفجأة يا ابني هتلاقي صاحبة النصيب قدامك، out of the blue زي ما الإنجليز بيقولوا. ما ينفعش خالص يبقى مجنون ليلى ومجنون راجية، ما ينفعش. الحمد لله انت تحسنت كتير قوي عن الاول. ربنا يطمنك يا دكتور. احنا هنلغي الدواء اللي احنا ماشيين عليه وهكتب لك دواء جديد هيحسنك كتير قوي. هيا سناء، ايه الاخبار؟ المريض سامح عبد اللطيف. ماله؟ بره ومصر يقابل حضرتك. هو واخد ميعاد النهارده؟ لا يا دكتور، بس هو عايز حضرتك في مساله حياه او موت. حياه او موت؟ طب خليه يتفضل. حاضر يا دكتور. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده اهدوا 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 يا جماعه عشان في كمين. يا نهار اسود، ارمي البودره اللي معاكي بسرعه. انتي مجنونه، احنا اتبهدلنا لحد ما جبناها، انتي بعتي موبايلك عشان نجيب الضرب ده. ارمي اهدي البودره اللي معاكي، هنتقفش. بس اهدوا يا جماعه عشان داخلين على كمين. اتفضل اديك. مساء الفل يا باشا. رخصة. ايه ضاعت ولا ايه؟ لا يا باشا، الرخص موجودة بس هتلاقيها وقعت هنا ولا دور هنا. دور. طب استاذنك بس يا باشا اقف على جنب. اخلص يالا، احنا لسه هندور. ما هي معايا يا باشا بس هتلاقيها واقعة باينة. اخلص، اركن على جنب. حاضر حاضر. اخلص. حاضر. يا رب. انت بتعمل ايه؟ دور. انت بتعمل ايه؟ كمان طور. يلا جيب. بتعمل ايه؟ بس يا مرهان عشان احنا مسلمين. يا اخرب بيتك، اخرب بيت. يعني انت
منها خلاصي بقى. بقولك اسكتي، ما تزعقش كده. بقولك اهدوي واعرف احنا خلاص ضعنا. بقولك يا يا خبر اسود، انا مش مصدقه ان انا سامعاه بوداني. سبت ابنك رهن عند تاجر مخدرات عشان شمه؟ وانا كنت اعمل ايه بس يا دكتوره؟ ما انا لو ما خدتش الشمه كنت هموت، وانا كده كده مش هنفعه. وكنت خلفته ليه لما انت مش هتنفعه؟ روح يا شيخ، منك لله منك لله. ارجوك تساعديني يا دكتوره، ابوس ايدك تساعديني. لا تبوس ايدي ولا تبوس رجلي. انا مش هساعدك انت، انا هساعد الواد الغلبان اللي انت رميته رهن عند تاجر المخدرات ده. بس توعدني ان احنا لو رحنا جبناها هتطلع معايا بعد كده على المصح. اوعدك انا ممكن اعمل اي حاجه، بس المهم ابني يرجع لي. ولما انت مستعد تعمل كده ما عملتش كده ابني الاول ليه؟ غصب عني، والله غصب عني. تجري المخدرات ده في اني ده؟ في حته اسمها السحر والجمال. السحر والجمال في اني مصيبه دي؟ قوم معايا، مفيش وقت نضيع. قوم معايا. ان احنا عرفنا نخلع منهم. انا قلت احنا يا هنتمسك يا هنلبس في حاجه واحنا بنهرب. لا الحمد لله، ما هي جت سليمه اهي. المره الجايه بقى. المره الجايه ايه؟ انا مش جايه معاكم المره الجايه المكان ده. متهيألك انت عارفه لما تجربي للصفه دي انت اللي هتقولي لي يلا بينا نطلع يا عموره. وانت يا فالح البوليس خد نمره عربيتك. بيبي ما تقلقيش، انا مأمن نفسي. مأمن نفسك ازاي ان شاء الله؟ بس حوارها رقم 2 وخليته رقم 1. وانت كمان لبست الموضوع لواحد ملوش ذنب؟ ده ايه الحنيه دي كلها؟ لا ده انا على كده بقى معايا ملكه العواطف الجياشه. بقول لك ايه يا بت، لو انت كنت عايزاني اتمسك ولا ايه؟ على فكره انا لو كنت اتمسكت كنت هبلغ عنك. ده كان يوم اسود ما عرفتك انتوا الاثنين. سلام. ماهر، الحمد لله على السلامة يا حبيبي. انت جيت امتى؟ وحشتيني. انت كمان وحشتيني قوي. وحشتيني قوي. كنت فين؟ كنت في ميلاد هند صاحبتي. دي احلى مفاجأة انت عملتها لي ان انت جيت. قافله موبايلك ليه؟ اتسرق مني النهارده في البنزين. زينة، انت كنت عارفة انه هيتسرق عشان كده طلبت مني موبايل؟ وهو انا يعني كنت عارفه ان انت جاي النهارده؟ ما انت قايل لي انت هتيجي كمان اسبوع. كويس كويس انا جيت عشان ما تقعديش من غير موبايل اسبوع. ده حليب عشان عايزك في اسبوع. اسبوع كبير جدا. وحشتني قوي. وانت كمان. هنا المكان مش كده؟ أيوة. مرعى شمال. رايحين لمرعى شمال. ربنا يستر، ربنا
السلام عليكم. السلام. الفلوس هتقول ايه؟ حبيبي قول لي في حد من الناس عمل لك حاجة؟ أنت سبتني هنا ليه يا بابا؟ سامحني يا حبيبي، أول وآخر مرة. طنط راجع تاخدك توديك لغاية البيت. وانت هتروح فين يا بابا؟ انا مسافر يا حبيبي، هغيب يومين وارجع لك. يلا يلا بقى من هنا، يلا يلا يا حبيبي، يلا يلا بابا، يلا يلا حبيبي، يلا من هنا بسرعه بقى. يلا انت ايه اللي وقفك هنا؟ وصلنا. وصلنا؟ احنا نسكور من هنا؟ مكان مرعب. دي مرعبة؟ دي اسمها السحر والجمال. انا لا شايفة سحر ولا شايفة جمال، ده رعب. انا كنت زيك كده بالظبط اول مرة جيت، كنت مرعوبة، بس بعد ما جربت الاستاف اللي هنا عرفت ليه اسمه السحر والجمال. ده بجد؟ السحر والجمال دي يا مريهان هي الجنة بالنسبة لأي واحد مضروب بالبودرة. أرخص سعر وحاجة ميزانها حلال وطب. مش أنا أول مرة قابلك النهاردة؟ أرجوك يا مريهان ثقي فيا. طب يا مريهان مادة عالية قوي هتخليكي حاسة إن أنت عايشة في الجنة. طب كنا نسكور من وسط البلد ولا أي مكان تاني بدل جو الأكشن اللي إحنا عايشين فيه ده. الحقيقة بتقول لك وسط البلد. وسط البلد ده كنا هناخد الحاجة بضعف السعر، ويا ريتها تيجي على حيلها. ده هتيجي إلا وميت إيد اتمدت فيها، ده لو ما جاتش حاجة طفش من الأساس. بقول لك يا مريهان، إحنا وصلنا وما ينفعش هنا عوق خالص. إهدي إهدي عشان إحنا وصلنا. مساء الجمال يا عمنا. خير يا حبايب، إيش فيه؟ دولاب مرعي شمال. اركن غاد. في واحد ورد اياه. فتش عربية الأول. هو في ايه يا عمر؟ ما تقلقيش، دي إجراءات أمنية بسيطة. كله تحت السيطرة. نظاف ابعته. تعال معي. ثواني وجاي. انا بصراحة مش مصدق اللي بيحصل ده. ده كل الناس كانت بتضحك على حبه ليكي. انا كمان حاسة اني في كابوس، بس مش عارفة صح. انت عارفة لو كان هو اللي جي قال لي عمري ما كنت هزعل منه، بالعكس انا اللي كنت دايما اقوله انت لازم تتجوزي حسن، لازم تتجوزي عشان تخلف ويبقى لك ابن. بس انه يغفلني 4 سنين، 4 سنين متجوز ومخلف وابنه دخل المدرسة وانا مش داريانه. اخصى عليك يا حسن، والله اخصى عليك. الحق ده حسن هو اللي بيتصل، ما ترديش عليه عشان خاطري، ما ترديش عليه. طب ما هو اكيد هيكلم تاني. ما هو اصل خلاص ما بقاش فيه كلام بينا، الكلام بينا خلص. معقولة هو تاني؟ لا المرة دي بقى ده حبيب القلب رائف. طيب لو رديتي عليه ما تقولي لهوش حاجة،
طب ما هو اكيد هيعرف، وفي حاجه بتستخبى. انا عارفه، بس انا مش في مود ان انا ارد على حد ولا اكلم مع حد في اي حاجه. خلاص 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 اهدي. استغفر الله العظيم يا رب. يعيش السحر والجمال. بقول لك ايه، بلاش اليوم الاسود ده والنبي، هتضيعي لي النفسين اللي انا واخداهم. لا وتروحي البيت تلاقي جوزك في وشك راجع من السفر وعامل لك مفاجاه. الحمد لله ده ربنا سترها، هو ما حسش بحاجه خالص. هو وش شاكك فيا؟ بس طبعا تلاقيكي عرفتي تكلفتي زبون. مش طب لذاذه امك خالص. على فكره الستاف ده حلو قوي جامد. معاكي تاني؟ طبعا. ايه الاخبار؟ اخبار ايه؟ راجية جاية؟ ما قلنا لا. قلنا لا؟ اكيد عرفت ان انا جاي فقالت هي مش جاية يعني. يا سيدي عندها ظروف. ظروف ايه يعني؟ هو انت لازم تعرف كل حاجة. ده انت رخمة رخامة يا حسنى، انا ما شفتش كده. ما تقولي على طول وخلاص. يلا حول الله يا رب. يا سيدي عندها خناقة كبيرة مع جوزها. ها؟ تتكلمي بجد؟ لا والله يا حسنى، انا حاسس ان لسانك بينقط سكر، يعني بيقول كلام كده يشرح القلب. استنى 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 هنا، انا بجد مش مصدقك. هو انت بتتبسط في مصايب الناس؟ يا ستي مش انا اللي بعمل كده، انا اللي بقول كده. دي من زمان وقديمه قوي، مصائب قوم عند قوم فوائده. يلا عشان نلحق الحفله. يلا يلا يا ستي. راجية راجية، رائف ايه الاخبار؟ تمام. اخبارك انت ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ انا تمام كويس الحمد لله. كل سنه وانت طيبه. مفيش فايده فيك برضو، لسه فاكره عيد ميلادي؟ طبعا. وانا اقدر انسى عيد ميلادك؟ بس مش معقول كل سنه هتكلف نفسك وتجيب لي هديه وانت عارف الرد. انا مش فاهم هي فيها ايه يعني لما تاخدي مني الهديه؟ جرى ايه؟ ما فيهاش حاجه خالص. اللي جرى ان انا ست متجوزه، واي ست متجوزه ومحترمه مش ممكن هتقبل هديه من راجل كان في يوم من الايام خطيبها. يا ستي احنا اصدقاء وفي شارع واحد وجيران، ما فيهاش حاجه لما تقبليها مني على اني صديق. طب انا هسالك سؤال ولو جبتني عليه بصراحه هقبل الهديه. هجاوبك بصراحه طبعا، وانا من امتى كدبت عليكي؟ انت فعلا بتعتبرني صديقتك؟ سكت لي. شفت بقى، شفت انه ما ينفعش ان احنا نفضل اصدقاء واقبل منك الهديه؟ عشان كده عشان خاطري انسى كل حاجه عشان ما تتعبش نفسك وتتعبني معاك. باي باي يا رائف.
ايوه حسن. ايوه حبيبي. عامله ايه؟ ايه خلصت شغلك؟ اه لسه مخلصه شغلي دلوقتي. انت فين؟ انا لسه في المكتب. عندي ناس كتير قوي وهتاخر شويه. انت فين؟ انا مروحه على البيت دلوقتي اهو. راجية ارجوك اللي حصل ده ما يتكررش تاني. انت ما تعرفيش حاله الذعر اللي انا كنت عايش فيها لما عرفت انك روحتي منطقه السحر والجمال دي عند تاجر المخدرات. حبيبتي انا بلياش غيرك. الو راجية انت روحت فين؟ ايوه حسن انا معاك انا معاك. لا لا ما تقلقش مش هعمل كده تاني ما تخافش. طب يا حبيبتي طب لما اروح نتقابل بقى. لما نروح ماشي ماشي ماشي. انت مستمعاني؟ ها اوكي باي باي يا حبيبتي باي باي. في المكتب تكتب لي حسن في ايه؟ السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. الاستاذ حسن سيف الدين المحامي. سيادتك في الدور الرابع شقه 403. مين حضرتك؟ صباح الخير يا قمر. صباح الفل حبيبتي تعالي. ها نمتي كويس؟ عادي يعني مش قوي. ليه بس؟ انت بتقفلي كده ليه على الصبح؟ مالك في حاجه ولا ايه؟ بكلم راجيه من امبارح تليفونها مقفول. انا عايزه افهم بالظبط هي راجيه دي صاحبتك زي ما انت بتقولي ولا انت خلفتيها من ورايا وما قلتليش ولا ايه؟ راجيه تبقى صاحبه عمري. ايوه صاحبه عمرك دي حبيبتي واحده متجوزه وكبيره ومسؤوله يعني تعرف تخلي بالها من نفسها على ايه القلق ده كله. هو انا حيلتي في الدنيا غيركم انتوا الاثنين؟ هي حبيبتي واختي وصاحبتي اللي امي ما ولدتهاش وانتي بقى بنتي حبيبتي اللي ما حلتيش غيرها. تصدقي يا ماما انا كان نفسي قوي يبقى عندي خاله او خاله. الله طب انتي عندك خال. خالي مين ده يا ماما اللي مهاجر بقاله 20 سنه في امريكا وما نعرفش اصلا عنه حاجه بيتصل كل سنتين مره؟ ده على قولك. عارفه جدتك زمان كانت تقول لي ايه؟ البعد جفا. جفا؟ جفا ايه؟ هي كانت سعوديه ولا ايه؟ ايوه تريقي تريقي. ماشي ماشي. جفا يا ستي يعني اللي بيبعد خلاص بينسى. خالك مدحت اول ما سافر زمان كان بيجي شهر وشهرين في السنه ويطمن علينا على طول. اول بقى ما اتجوز الامريكانيه وخلف منها نسينا خلاص. لدرجه اني فقدت الامل انه ممكن يتصل تاني. لا ما تهزريش يا ماما والنبي بقى. انا عايزه اروح امريكا واشتغل هناك ده حلم حياتي. اللي انت بتقوليه ده انت ممكن تسيبيني؟
يا ماما بقى بلاش افوره، ما انا هبقى اجي لك في الاجازات وكده يعني. يا ست تصدقي وانا شايفاكي طالعه كده على سلم الطياره ممكن تعرفي ان انا خلاص طبيت ساكته. لا يا اختي بعد الشر عليك يا قمر، تقوليش كده. استني ورد. الو ايه البرانش ده بتاع مين اصلا؟ بتاع سامع؟ لا ما اعرفش. لا استنى احسبها لك كده، يمين ولا شمال؟ اوكي 300. اه يبقى كده هو ليه 600 دولار. قول له بقى فلوسه هتوصل له اخر الاسبوع. اه ماشي اوكي باي باي. انا مش فاهمه اي حاجه من اللي انت بتعمليها دي. بصي يا ماما انا وضعي هيتغير قريب جدا، انا حاسه بكده لان انا شغاله على الموضوع جامد بقالي فتره. بنتك يا ماما هتبقى مليونيرة. انتي عارفة ان الانترنت انفستمنت دلوقتي هو مشروع العصر؟ فهماني؟ فاهمة قصدي؟ مش فاهمة حاجة خالص. كل اللي انا فاهمه ان انا خايفة عليكي بجد. طب وايه الاضافة يعني يا ماما؟ انتي دايما خايفة عليا يعني. على رأيك. اه يعني يوه بقولك ايه، انا رايحة لها. ايه رايح الراجل. باي باي. ايوه يا رائف. ايوه عماله اكلمها من امبارح تليفونها مقفول. ايوه ما انا خايفه عليها برضو. غريبه قوي، قابلتها انا امبارح كده. اه ايه دلوقتي؟ انا لسه كنت بكلمه في التليفون، قلت اعدي عليه قبل ما اجيلك. قال لي مش هينفع انا رايح المستشفى. قلت له طب وحياتك تبقى تطمني. ربنا يستر، حالته كانت وحشه قوي امبارح. اه والله يا حبيبي صعب عليا قوي قوي. الا قولي لي يا رجل، انت قلتي لمامتك واختك على اللي حصل مع حسن؟ قلت ويا ريتني ما قلت. ليه؟ خير في ايه؟ هينطوا يجولي هنا دلوقتي. لا طبعا ده طبيعي، مش لازم يقفوا جنبك. انا لا عايزه حد يقف جنبي ولا عايزه حد يقف ورايا، انا عايزاهم يسيبوني في حالي. ودلوقتي زمان ماما كلمت حسن وهتجيبه على ملا وشه ويقعدوا يعملوا في حوارات ملهاش اي 30 لازمه. انا مش فاهمه انت مال دماغك ناشفه كده ليه؟ دماغي ناشفه في ايه بس؟ كنت عايزاني اعمل ايه؟ اقول له تمام اتجوزت؟ تمام عادي انا مسامحاك مفيش اي مشكله؟ ولا اقول له هات مراتك وابنك وتعالوا عيشوا معايا؟ ايه الاوفر اللي انت فيه ده؟ انا ما قلتلكيش ولا حاجه من اللي انت بتقوليها دي، وبعدين الراجل عنده استعداد انه يطلق مراته ويجي يعيش معاك يا ستي. هو انت اخر مره اتكلمتي معاه امتى؟ انا ما اتكلمتش معاه. يعني انت جايبه الكلام ده من نفسك؟ لا انت اللي قلتي لي الكلام ده. حسنى بلاش لف ودوران، انا عارفاكي كويس. اخر مره اتكلمتي مع حسن امتى يا حسنى؟ ده رائف. استرها يا رب. ايوه يا رائف. ايه في ايه مالك؟ طب اهدى شوية، اهدى اهدى عشان افهم. في انت فين؟ باشمهندس رائف يا جماعة. باشمهندس رائف. باشمهندس رائف. باشمهندس رائف. باشمهندس رائف. في محاولة قتل والدك. هل فعلا عماد وصفي ليه يد في الجريمة دي؟ عايزين نعرف حالة المستشار ثابت استقرت ولا لسه؟ يعني الأخبار طمني. تمام يا حسام باشا، كله تحت السيطرة. تحت السيطرة إيه بس وزفت إيه؟ وبتوع السحر والجمال طايحين ولا حد عارف يلمهم. ما أنت عارف يا حسام باشا النظام. يا باشا لا نظام ولا زفت. البلد لازم تنضف من الاشكال دي وانا هنزل انضفهم. يا حسام باشا ما انت عارف الاوامر. يا بيه لا اوامر ولا غيره. انا اتكلمت مع اللواء رفعت الهواري وهو كمان مش عاجبه الكلام ده، واداني كارت بلانش قال لي اتصرف. وانا بقى لازم انزل بحمل. هو اكتر من الاخوات. مصطفى ده عشره العمر. هو اللي مهون عليا السفر، اخلاقه عاليه جدا. بعد ما شفتك وشفت العيله هو يعني ما جابوش من بره، سماهم على وجوههم. الله يخليك يا باشمهندس، ده بس من كرم اخلاقك. ربنا تشرب ايه؟ لا لا مفيش داعي والله، انا لسه جاي من مشاوير كتير. انت عارف بقى الزمال في السفر، خد وهات واشحن موبايلات على بلاي ستيشن يعني. ربنا يجازيه خير يا باشمهندس، بس برضه لازم تشرب حاجه. بص دي احنا عندنا بن بقى ما تقولش لعدوك عليه. اشكرك جدا يا درش، خد بقى عد دول. معقول برضه يا باشمهندس ده كلام برضه؟ بيعملها مصطفى. عد يا سيدي في بيتها. عد يا درش. خلاص ما انا انت مصمم عامل ايه؟
خير يا مصطفى، في حاجه؟ هو الحقيقه اصل مصطفى كان قال لي اني بعت 10000 درهم ودلوقتي 5000 بس. انا ما فتحتش الظرف والله، يعني زي ما ادهولي جبتهولك. هنكلمه يعني. ما قدرش. انا في بيتك هنا في مصر، اخوك معك اهو بكلمه. الو، يا مصطفى حبيب قلبي، عامل ايه؟ وانت بعت فلوس كام؟ 10000؟ ماشي يا اخويا، المهندس نار معاك. ما قدرش. لا لا، غلط عندنا، اكيد في غلطه. بكره الصبح ان شاء الله المبلغ هيكون معاه. مع السلامه. أنا آسف جدا، إن شاء الله بكرة الصبح المبلغ كله هيكون معاك. لا مفيش حاجة يا باشمهندس، وأي وقت حضرتك فاضي بقابلك فيه هتاخد بيت الفلوس، ما تشغلش بالك. ماشي، أنا اللي هجيلك، أنت مش هتجيلي، الفلوس كلها هتكون عندك. طب عشان خاطر أعمل لك فنجان قهوة على مزاجك؟ ماشي. إزاي؟ أنت أنا ما فتحتش الظرف، معقول يكون مصطفى غلط؟ بس ازاي؟ ممكن يغلط في 100 200، انما 5000 درهم موقف سخيف، كنتش اتخيل ان اتحط فيه حاجه تجنن. ازاي ده حصل؟ ألف شكر يا عمنا. العفو يا باشا، تحت أمرك. إيه تمام؟ زي الفل. طيب يلا بينا على السحر والجمال. لا لا، بقول لك إيه؟ أنا مش عايز أروح المشوار ده. ليه؟ ما قال لأ، نتمسك في الكمين ولا حاجة. في إيه يا ابني؟ إحنا رايحين بعربيتي مش بعربيتك، وبعدين أنا كنت راكبة ورا ما حدش شافني أصلاً، وأنت لابس أهو كاب ونضارة، في إيه؟ في إن الفار اللي عمال يلعب في عبي بينط لبره من كتر ما أنا مقلق من الحوار ده يا هند. اتجمد قلبك كده يلا، في إيه؟ أنت بقيت عيل سيس قوي كده ليه؟ سيس؟ أنت قديمة قوي. عموماً يا ستي أنا بقى سيس بجد لو ما جيتش النهاردة البيت وطلبت إيدك من أونكل. فكك بس من أونكل دلوقتي. الاصطفاية اللي هناك تستاهل مغامرة. رغم ان انا مقلق بس ماشي. دولاب مرعي شمال. وش شمال؟ مساء الفل يا عمنا. مساء الفل يا برنس. فين حاجتك الحلوه يا عم مرعي يا حلو؟ موجود. بقول لك ايه؟ ايه يا عم مرعي؟ انت مفيش مره تيجي كده لوحدك؟ يا عم مرعي دي خطيبتي يا عم مرعي. طب وماله؟ ما تاخد ده وتسيبها. يا عم مرعي بقول لك دي خطيبتي. بلاش. لا لا، ها بقول لك يا عم مرعي. بلاش ايه بس؟ بس يعني دي اكتر بنت انا حبيتها يا عم مرعي، وهتبقى مراتي يا عم مرعي. يا عم هاتها وبعد كده خد غيرها. بس اقف قبل ما يجري، قبل ما يجري. اجري يلا. اخك انت وهو ولا اقف يلا. اتحفظ لي على قلبي. وراها. انا من ساعه اللي حصل وانا بشرح لراجيا اني ما كانش قصدي اخونها او احب واحده تانية عليها. انا كان كل غرضي ان انا اخلفه بس، وخبيت عليها لاني بحبها، ما كنتش عايز اجرحها. وهو في جرح اكتر من ان الست تتخان؟ انها تعيش عمرها كله مكشوشه في الراجل اللي بتحبه وبتنام جنبه، فجاه تصحى كده تلاقي كل دنيتها كذب في كذب. عادي، ده مش جرح. انه يضحك عليها كل يوم بحكايه شكل، حتى الهديه اللي بيجيبها لها بيجيبها لها عشان حاسس بالذنب مش عشان بيحبها، مش كده؟ ده مش جرح. أنا بس كل اللي قاهرني إن أنا مش بس عشت مغشوشة، أنا كمان عشت غبية، لأني طول الوقت كنت بديك أعذار وأقول يا حرام
حسن طول الوقت شقيان في شغله. بلاش يا حبيبي، اهدى شويه في شغلك. وانت تقول لي لا، معلش معلش يا راجل، دي مصالح ناس، دي مساله حياه او موت. اتاريك بتحيي الناس كلها وتموتني يا بنتي. الكلام مش بالشكل ده. الراجل بيقول شوف طلباتها ايه وهو مستعد ينفذها. انا مستعد انزل دلوقتي حالا اطلق الست التانية كده بمنتهى البساطه، ولا كانك عملت حاجه. يا راجل حسن شريكي وعايز يعمل كده. لا مش شريني، لو كان شريني ما كانش خدني. انا عايز اعرف حاجه واحده بس، ليه ليه عملت كده؟ ما انا لو كنت رفضت ان انت تتجوز كنت هقول معذور. ده انا اللي قلت لك روح اتجوز بعد اخر عمليه تلقيح صناعي عملتها وفشلت. ليه لما قلت لك كل واحد يروح لحاله ما رضيتش؟ ليه عملت كده دلوقتي؟ علشان بيحبك يا راجيه. لا مش عشان بيحبني، عشان بيحب نفسه ومش عايز يخسر حاجه. اهدي يا بنتي بس. الراجل بيقول شوف طلباتها ايه وهو مستعد ينفذها. تمام، وانا ما عنديش غير طلب واحد. وانا تحت امر. حاضر يا فندم، حاضر. مع السلامة يا فندم، مع السلامة. خير يا حسام؟ الحقيقة يا باشا هو مش خير أبدا. آه عرفت أنت جاي ليه؟ هو إزاي سعادتك النيابة تخلي سبيلهم بالسرعة دي؟ في إيه؟ هو أنت ما قدمتش في القضية أي إحراز يا سيادة المقدم؟ يا باشا أنا قابض على العيال وهي بتقضي مخدرات من التجار، وقابض على العيال معاهم البودرة بتاعتهم. حلو، التجار بقى اللي أنت قبضت عليهم دول كان معاهم مخدرات؟ امال العيال كانوا بيشتروا من مين سعاده اللواء؟ رد على سؤالي يا حسام، التجار كان معاهم مخدرات؟ يا فندم ما هم الطبيعي جدا ومن المنطق واحنا بنعمل مداهمه وبنضرب عليهم نار عشان نقبض عليهم هيرموا البودره في اي حته في الجبل. خلاص يعني قضيه من غير احراز، تجار من غير مخدرات، قضيه في شنك. يا دوبك العيال اللي هم اتقبض عليهم وهم بيشتروا دول يتعمل لهم قضيه تعاطي. بصراحه يا فندم انا مش قادر اقتنع باللي بيحصل ده، في حاجه غلط. قصدك ايه؟ اقصد ان منطقه السحر والجمال خط احمر، في حد حاميهم يا باشا. بص يا حسام، هات القضيه متظبطه ومتقفله صح وهوري لك هعمل فيهم ايه. على فكره انا ما عنديش خطوط حمراء، القانون بيمشي على رقبه الكل. حتى السلامة. الله يسلمك، أنا متشكر جدا يا دكتور. أنت عارف أنت كنت هتعمل إيه في نفسك؟ كنت هتموت نفسك غصب عني. مفيش حاجة اسمها غصب عنك، في حاجة اسمها إرادة. الحمد لله المرة دي عدت على خير، بس ما تهيقليش المرة الجاية ممكن تعدي. يعني يعني أنت لازم تتحجز في المصحة، ومش باختيارك على فكرة، ده بالأمر. إلا بقى إذا كنت أنت بايع نفسك، ده موضوع تاني. عايز تعيش ولا عايز تتكل على الله؟ أعيش طبعا. خلاص، ما أنت عارف شعار عز الدين نديم، عيش سيب الناس تعيش. ما أنت عارف يا جودة بيه أنا كلمتي واحدة، خصوصا مع حبايبي. ماشي ماشي يا حبيبي، مع الف سلامة. يا عم راضي، ايه اللي اخرك قوي كده؟ مساء الخير على معاليك يا فنديتو.
انت راجل، انت مش هتبطل تقول لي كلمه افندينا دي. ومالها بس افندينا؟ يعني بتحسسني ان انا راجل اقطاعي راكب الكريته بتاعتي ونازل على الفلاحين بالكرباج. حاشا لله يا غالي، حاشا لله. ده انت الاخلاق والتواضع كله. ماشي يا عم رضا، قول لي بقى ايه الاخبار؟ مالك يا رضا، انت في حاجه عايز تقولها؟ لا تمام سعادتك، كله تمام، الجماعه ظبطوا وبيدعوا لك. طيب تمام، انا كمان جوده بيه كلمني وطمنته. معقول؟ معقول هو محتاج يطمن بعد ده كله؟ هي دي اول مره؟ ما انت عارف بقى الليله يا عم راض لازم يعمل له شويه دول علشان نتوصل. اكتر من كده؟ لا قول لي، انت عرفت حكايه المستشار ثابت؟ طبعا، دي الدنيا كلها مقلوبه على الموضوع ده. تفتكر يا راضي مين اللي ورا الحكايه؟ والله هو ناس كتير بتقول ان عماد وصفي. لا لا لا، عماد لا، عماد ما يعملش كده. على فكره ده جبان، راجل بيخاف من خياله. عندك حق يا معليك، عندك حق. طيب انا عايزك يا راضي تعرف لي مين اللي ورا الحكايه، وكمان تبعت بوكيه ورد باسمي المستشار ثابت. أوامرك يا أفندين. في يا راضي؟ مالك؟ شكلك كده عاوز تقول حاجة، قول. والله هو أنا ليا طلب عند سعادتك، ويا ريت ما تكسفنيش فيه. في يا راضي؟ هتقول وتخلصني. مليان. راضي، اوعى تكون كلمت البنت دي. معقول برضك؟ ده معاليك محلفني على كتاب ربنا. مال بتجيب سيرتها ليه؟ صراحة أنا عايز معاليك تحلني من القسم ده. ليه يا راضي؟ ناوي تكلمها ولا ايه؟ ما هو سعادتك عارف إن أنا اللي مربيها. بصراحة بقى أنا مش عارف أنت إزاي قالت عليك كده. مش عارف ليه؟ مش عارف ليه يا راجل؟ ليه؟ هو أنا برضو اللي خليتها تعصى أبوها وتتجوز من ورايا؟ بتحبه يا فندم؟ تحبه؟ حب إيه؟ ها؟ حب إيه يا راضي وزفت إيه؟ ماشي، خليه ينفعها. بكره تشوفها هتجيني، هتجيني وهي ندبانه، بس للاسف ساعتها بابي هيكون مقفول. يعني مفيش فايده؟ انا مش عايزك تجيب لي سيره البنت دي تاني، فاهم؟ انا خلص ماليش بنات، أنا ماليش غير ابني تامر عز الدين نبيل. على فكرة هو لسه صغير، محتاج رعاية مني ومن أمه. يا فندم ربنا يحفظه لك ويبارك لك فيه، بس برضه يعني الضفر عمره ما يطلع من لحمه. بقول لك يا هو أنت يا أخي كل ما تشوفني رايق ومزاجي مظبط لازم كده تعكن عليا. اسمع اسمع يا راجل، أنا هقول لك والآخر مرة. البنت دي خلاص صفحتها اتقفلت بالنسبة لي. على قد ما كنت بحب البنت دي، على قد ما قلبي اتقفل من ناحيتها. يا احنا اتأخرنا أوي. احنا لو قعدنا ساعة كمان صبح هيطلع علينا. يلا قوم 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 معايا، يلا بينا. انا مش عارفة اروح للسحر والجمال ده ازاي، انا حاسة ان هما يعملوا فيا حاجة، وكمان الزفت اللي قافل تليفونه ده.
انت فين يا زفت انت؟ تعرف ان انا كنت اروح في 60 داهيه بسببك؟ طب بقولك ايه؟ عايزك تسيب لي الحاجه تحت الدواسه زي كل مره. ايوه هحولهم لك زي كل مره. يلا اخلص. سلام. ايه تاخرت عليك؟ لا لا ولا يهمك حبيبتي. ها عملتي ايه؟ عيب عليك بقى. ايه كم واحد يدخل؟ كم واحد ايه يا ابني؟ كلهم هيدخلوا. يا بنت اللعيبه ده انت كده حكايه كبيره. تلمستك يا باشا تلمستك. بقول لك ايه، لازم تبقى معانا في طلعه اسكندريه. السوق هناك جامد قوي وعاوزين نعمل احلى شغل. اسكندريه؟ مستحيل ماما يا ابني تسيبني اروح اسكندريه لوحدي. ايه الجو الضيق ده؟ لسه طفله ولا ايه؟ طفله؟ ايوه انا بالنسبه لها طفله، نمو يوقف عند 12 سنه بالنسبه لها. طب يلا بنشوف الموضوع ده بعدين. خلاص في ايه يا ابني؟ هو انت مالك قفشت كده ليه؟ خلاص هحاول والله يا اوعدك. طب يلا يلا يلا. ممكن تهدي وتفهميني ايه اللي حصل؟ ماتت. ماتت يا دكتور. هي مين اللي ماتت؟ رشا صاحبتي اوفر دوز. وهي فين دلوقتي؟ رميتها في الصحر على طريق الاسماعيليه في حته قريبه من مكان بنسكور فيه اسمها السحر والجمال. رميتيها؟ الله يخرب بيت ام السحر والجمال اللي طالعه لي زي العفريت في كل حته. انت ايش عرفك انها ماتت؟ انا اول ما اديتها الجرعه فقدت الوعي ومبقتش تتحرك خالص. طب قومي معايا قومي معايا. على فين يا دكتور؟ هتعرفي بعدين. قومي معايا مفيش وقت نضيعه. اوعي تكوني تسلمي البوليس. يا ستي بوليس ايه دلوقتي؟ مش وقت الكلام ده. اتفضلي. في ايه؟ رائف خضتني. بابا عامل ايه؟ خلاص يا حسنى اتأكدت ان ابويا خلاص هيفضل عاجز طول عمره. الدكاترة اكدوا لي انه الامل بقى ضعيف قوي، مش هيقدر يمشي على رجلي تاني. ما تقولش كده، خلي املك في ربنا كبير. ونعم بالله ونعم بالله. أنا حاسس إن أنا في كابوس يا حسنى. كابوس مخيف ومش عارفة أفوق منه. ما تعملش في نفسك كده. ما تعملش في نفسك كده. رائف، بابا لازم يشوفك كويس وبتضحك قدامه. صدقني هو ده اللي هيخليه يخف بسرعة. أنا كل اللي شاغل بالي إزاي أعرف أجيب له حقه في الدية. أخبار أسود، تجننت. تعس تودي نفسك في داهية. لو انت عملت كده يبقى البوليس هيعمل ايه؟ البوليس يعمل اللي هو عايزه. المهم انا اجيب له حقه بايديا حتى لو كانت تمن ده موتي. بعد الشر عليك، بعد الشر عليك. اهدى عشان خاطري اهدى. ان شاء الله كل حاجه هتبقى كويسه، ويا سيدي فكر فيها على الاقل. صعب يا حسنى. انت بتطلبي مني المستحيل. يعني ايه اضحك في وش ابويا وهو مشلول؟ طب هو يقول عليا ايه من جواه؟ ده انا مش حاسس فيه. رائف انت عارف كويس قوي ان بابا روحه فيك. لو حس ان انت مهموم ومتضايق هيحس ان هو بقى تقيل عليك، وصدقني ده ممكن ياخر في علاجه او لا قدر الله يحصل له اي حاجه. وانا برضه غصب عني انا عندي حاله يأس غريبه. حتى لما قلت للدكاتره ان انا اقدر اسفره بره قالوا لي مالوش فايده، مفيش جديد هيحصل. طب تصدق بقى ان انا متفائله وحاسه ان شاء الله هيخف. طب انا هحكي لك قصه عمتي.
عمتي خبطتها عربية، الدكاترة اللي بيعالجوها قالوا مستحيل إنها تخف، وإنت عارف إن الطب ساعتها ما كانش متطور زي دلوقتي. بعديها بفترة كده لقيناها ابتدت تتحرك لدرجة إنها بقت بتجري معانا كمان. تعرفي يا حسن أنت مشكلتك إيه؟ إيه؟ إنك طيبة وما تعرفيش تكتبي. بقى جت مشغولة دخلت معاكوا سبب، وإنت مالكيش عمة أصلاً. طب عامل إيه بس؟ ما أنا عايزاك تضحك بقى. شكر يا حسن قوي. وقفتك جنبي دي بالدنيا. ربنا يخليك. الأخبار راجية إيه؟ يا نهار أبيض. بس خلاص. خلاص إيه يا نهار أبيض؟ لا مفيش حاجة يا فندم. أنت إيه يا أخي؟ أنت إيه؟ أهدى إيه وزفت إيه؟ أنا في الشارع. لا مفيش حاجة يا حاج. مفيش حاجة. لا مفيش حاجة. دي بسيطة خالص. سكت. سكت يا رائف. ممكن تهدي شويه وتحاولي تفتكري سبتي صاحبتك فين؟ من فضلك اهدي، حاولي تفتكري بقى. انت مش هتحبسيني صح يا ستي؟ والله ما هتنيل احبسك. عمرك شفتي دكتوره بتحبس العيانين بتوعها؟ المهم دلوقتي نلحق الغلبانه دي قبل ما تروح مننا ونروح كلنا في 60 ده. بس انا خايفه قوي. معلش انا كمان مرعوبه، بس ان شاء الله ربنا هيستر. حاولي بس تفتكري وديتي رشا صاحبتك دي سبتيها فين. مش فاكره. مش فاكره. فضلك ايه انتي؟ من فضلك ايه انتي؟ مش فاكره. بصي ايوه هي وقت الوحده الاعلانات اللي هناك دي. تمام. بصي اخشي من كده. تمام زي الفل. اهدي بقى وما توترينيش من فضلك. اهدي. اكيد مش هتموت. لا ان شاء الله. لا ربنا هيستر يا رب. مش هتحبسيني يا ستي؟ والله ما هحبسك صدقيني. ثقي فيا شويه. يلا اهدي بقى ما توترينيش. شيلي. مش هتموت يا دكتوره. فلا الله ولا فلك يا شيخه. روح. دكتورة راجية، انت ايه اللي جابك هنا؟ انا مش مصدق يا دكتورة، مش مصدق ان واحدة زيك تحط نفسها في موقف زي ده. معقولة واحدة في وضعك ومكانتك تحط نفسها في موضع شبهات زي ما عملت النهاردة؟ يا فندم صدقني أنا ما فكرتش في أي حاجة غير إن أنا أنقذ روح، ما فكرتش في أي حاجة تانية. آه طالما المسألة بقى خرجت بره العيادة أو المستشفى يبقى مالكيش صالح بيها خالص. ده يبقى من اختصاص بقى الإسعاف أو البوليس. لكن أنت بقى تحط نفسك تحت المساعدة القانونية ليه؟ معلش يا فندم، بس أنا عايز أوضح نقطة. بحكم الجيرة اللي موجودة بيني وبين دكتورة راجية، يعني أنا عايز أوضح إن هي عندها مسألة الإنسانيات دي عالية حبتين. طبعا انا مش ببرر وبقول اللي حصل النهارده ده صح، لا، ده لولا اعتراف المريضه اللي عندها باللي حصل كان زمان حطت نفسها في 100 مشكله بجد. طب يا فندم انا الحقيقه اللي وجعني اكتر حاجه دلوقتي ان انا وعدتها انها لا هتتاذي ولا هيتقبض عليها. برضه مش شغلتك، ما توعديش حد بحاجه مش في ايدك. صح يا فندم، صح عند حضرتك حق، انا اسف. طب بالنسبه لرشا لحقتوها ولا لا؟ مش بقول لحضرتك مساله الانسانيات عندها اوفر حبتين؟ اه يا ستي رشا لحقناها وهنوديها مركز لعلاج الادمان وهتبقى زي الفل ان شاء الله. تمام الحمد لله زي الفل. طيب فندم بالنسبه لفاطمه؟ مفيش فاطمه يا فندم على فكره. اتفضلي يا راجل. اتفضلي يلا يا راجل اتفضلي. معلش يا فندم احنا اسفين جدا. اتفضل. اتفضلي عن اذنك. اتفضلي يا فندم. اتفضلي. لا يا دكتور راجع، اللي انت عملتيه ده كنت هتودي نفسي في 60 ده. ربنا بس اللي استرها معاكي. الحمد لله جت سليمه. ميرسي قوي يا حسام على اللي عملته معايا. ميرسي على ايه بس يا دكتوره؟ احنا جايين ايه اللي انت بتقوليه ده؟ هتسيبيني يا دكتوره؟ انت مش وعدتيني مش هتسيبيني؟ هتسيبيني يحبسوني؟ خدها يا ابني من هنا، خدها من هنا. ثانيه واحده يا حسام عشان خاطر، ثانيه واحده. ما تخافيش يا فاطمه، ما تخافيش، انا مش ممكن هتخلى عنك. انا هوكل لك اكبر محامي. توكلي لي؟ هو مش جوز حضرتك محامي كبير برضه؟ مساء الخير. مساء النور. دكتورة راجية موجودة؟ لا والله. مين حضرتك؟ الرائد معتز السيوفي، مباحث عامة. مباحث؟ اهلا وسهلا سيادة الرائد. اهلا وسهلا. روحي انت. حاضر. اهلا وسهلا. خير؟ الحقيقة احنا جايين نحقق في قضية المستشار ثابت سعيد. طب وانا داخلي ايه بالموضوع ده؟ داخلك ايه يا دكتورة؟ ده الباب في الباب زي ما بيقولوا. واكيد عند حضرتك اي معلومات. معلومات زي ايه؟ يعني حابب اعرف حياتك كنت فين وقت وقوع الحادث. انا كنت هنا في البيت بتفرج على التلفزيون وفجاه سمعت صوت ضرب نار. خرجت لقيت انكل ثابت مرمي على الارض بينزف والناس حواليه. ما شفتش العربيه؟
ما شفتيش اللي ضربوه حتى؟ لا انا ما شفتش حاجه خالص. تفتكري المستشار ثابت او ابنه رائف ليهم اي عداء؟ بالنسبه لرائف ما تهيأليش، رائف انسان مسالم ومحترم ومؤدب جدا ومحبوب. وكان خطيب حضرتك برضه؟ حضرتك تعرف معلومات زي دي منين؟ ما انا بقول لحضرتك انا مباحث، لازم ابقى عارف كل حاجه زي دي. بس يعني اصل الموضوع كان من فتره طويله قبل ما اتجوز. قبل ما تتجوزي المحامي حسن سيف الدين، مظبوط؟ هو حضرتك جاي تعمل تحريات عليا ولا على اونكل ثابت؟ وحضرتك اتعصبت ليه؟ انا ما اتعصبتش، انا بس مستغربه حضرتك جاي تعمل تحريات عني ولا على اونكل ثابت؟ لا هو كده حضرتك فهمت الموضوع غلط خالص. انا طبيعي ان انا بعرف معلومات زي دي لان انا بحقق في الموضوع ده بقالي كتير. استاذن حضرتك لو قدرت توصلي لاي معلومه تفيدنا يا ريت تكلميني، ده الكارت بتاعي. اكيد حاضر. بعد اذن حضرتك. اتفضل. صباح الفل على معاليك، نهارك ابيض سعادتك. صباح الخير يا رب. ايه الاخبار؟ بقالي مده طويله قوي بحفر ورا موضوع المستشار ثابت. وصلت لحاجه؟ للاسف سعادتك الموضوع متقفل عليه بالضبه والمفتاح. يبقى الموضوع وراه حد تقيل بجد. مش تقول لي احمد وصفي. صحيح. بعت لي رساله النهارده الصبح بيقول لي انه بيتصل على سعادتك وانت ما بتردش عليه. وده عاوز ايه ده كمان؟ مش عارف بس قال لي انه محتاج سعادتك ضروري. ماشي. ماشي يا راضي، هبقى اكلمه. طب استاذن انا؟ روح انت، بس خليك ورا موضوع ثابت. ما تقلقش يا افندينا، ما تقلقش. انا مش هسيب الموضوع ده غير لما اجيب لي سعادتك الخبر اليقين. يا عماد هو انت فين؟ انت لسه في لندن؟ طيب انا لقيت مكالمات كتير. بس تعالى شمال شوية. هلا هلا. انا مش فاهم، انت هتسيبهم يمشوا كده؟ مش وقته يا حمدي. هنتحرك وراهم صح؟ لا. هو قال لي لا. هو قال لي لا يا استاذه، هي مش دي الفرصه اللي انت مستنياها؟ انا دافع ابن محمود البقال ورقه ب 100 جنيه، هتدهاني انت؟ يا ابني افهم، لو نزلنا رحنا لهم في لحظه زي دي هيبقى شكلنا رخيص قوي يا حمدي. لا لا لا, لا ما عندكيش، لا ما عندكيش، تعالى يا استاذه الفرصه دي مش هتيجي تاني. مش هنزل يا حمدي. حمدي الصحفي اللي ما عندوش مبدا وما بيقدرش مشاعر الناس ما يستاهلش يشتغل الشغلانه دي. احنا مش باباراتزي يا حمدي. طب بتشوفي هتقولي ايه بقى رئيس التحرير يا ماما راتزي؟ شيخه انا دافع كل ده زفت على دماغي على دماغي. ولا الو. ايوه يا ماما، انا في اسكندريه. هرج ايه؟ لا وانا هرج ليه؟ هو في ايه يا ماما انت بتكلميني كده ليه؟ وانا عيله صغيره ولا ايه؟ طب بقول لك ايه، خلاص خلاص انا اصلا كنت بكلمك علشان بس اطمنك عليا واقول لك ما تقلقيش. يلا سلام. حسنى اهدي بس بالراحه، بنتك خلاص ما بقتش عيله صغيره. اهدي اهدي، البنت سافرت اسكندريه من غير ما تقول لي. لا كلمتك وقالت لي. يعني بتحطيني قدام الامر الواقع. ما انا هي ما قلت لك ما تخنقيهاش، وادي النتيجه اهي دلوقتي قررت ونفذت. طب اعمل ايه؟ قولي لي اتصرف ازاي واعمل ايه؟ انا هسافر لها اسكندريه. بطلي جنان، هتسافر اسكندريه دلوقتي تقولي ايه؟ تمشي في الشوارع تقولي بنتي لا مش دي.
عمر. طب يا عمير ثانيه واحده وجايه. لا يا حبيبتي خدي راحتك، انا ممكن اروح واعدي عليكي وقت تاني. لا 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 ثانيه واحده وجايه على طول. ايه هو لي ايه اللي تزوق دي؟ انا برضو قليل الذوق؟ انا مش قايل لك ان انا ما بطيقش الست اللي بره دي خالص؟ ارجع من الشغل تعبان عليها في وشي برضو. يعني انا كنت عارفه ان حضرتك جاي النهارده بدري. يعني هي دي المشكله بقى دلوقتي. طب اسكت بقى، هي شويه وهتمشي. طب اتفضلي مشيها دلوقتي حالا عشان لو ما مشيتهاش مش هيحصل كويس. في ايه يا وليد؟ عاجبك كده؟ اهي كسفت ومشي. وهي دي كل حكايتي، ما كدبتش في ولا كلمه قلتها لك. جوزك فين دلوقتي؟ راجع ابو ظبي تاني. واحدة صاحبتي شغالة في المطار جابت لي اسمه من رحلة الطيران. طب كل المدة دي انت ما حاولتيش تتصلي بيه؟ حاولت اكلمه كتير قوي بس مش بيرد عليا. حتى حاولت اكلمه على تليفون المكتب، اول ما سمع صوتي قفل السكة في وشي وعمال يبلوك من كل حاجة. واضح طبعا انه خلع رسمي. وانا مش قادرة الومه، هو عنده حق. تحبي اتدخل واحاول اوصل له؟ لا يا دكتوره كفايه كده، انا حاسه ان انا كرامتي بقت خلاص في الارض. طب ليه ما حاولتيش تتصلي بوالدك؟ اهو ده بقى المستحيل بعينه. انا لو رجعت لبابا وانا مدمنه كده مش بعيد يقتل ناير فيها. ناير؟ الله. طب وناير دخله ايه في الموضوع؟ هو كده اي حاجه بتبقى حجتها ناير. انت مش متخيله هو بيكرهه ازاي. بصراحة لو خلع بالطريقة دي من حق أبوك يكرهه، بس برضو من حق ناير إنه يعرف إنك حامل، وإنه يعرف على الأقل إن في بيبي جايله في الطريق. ولو ابن اللي في بطني ده حصل له حاجة بسبب الهباب اللي أنا باخده، تفتكري ناير ساعتها هيسامحني؟ أنت حكايتك معقدة أوي يا مريان. إيه الفلوس دي؟ أنا مستعدة أدفع لك أي حاجة أنت عايزاها، بس تعالجيني في سرية تامة وتنقذي مين اللي في بطني. خدي فلوسك يا مريم، خدي فلوسك عشان نعرف نتكلم. صباح الفل يا نسرين. صباح النور. معلش بقى هتعبت معايا. تاني الكلام ده، قلتلك مفيش فرق بيننا. ربنا يخليكي لي يا رب. أنا عندي شوية مشاكل في الشغل متلتلة، بس كله هون عشان سيادة المستشار. خير إن شاء الله، ربنا يقومه بألف سلامة. يا رب. معلش بقى أنا لازم أمشي عشان اتأخرت. أكيد طبعًا. يلا، باي. باي. بقول لك ايه، انا لازم اعرف انت نازله في انهي اوتيل. في ايه يا ماما؟ ما تهدي شويه. على فكره انا مش عيله صغيره، وبعدين هم يومين وراجعه. هو انت مش بتثقي فيا؟ اثق فيكي ايه وليله ايه بس؟ انت فين؟ ما هو انت لو بتاخدي وتدي معايا كده في الكلام كنت قلت لك انا فين وبعمل ايه. بس والله العظيم انا عارفه لو قلت لك انا فين هلاقيكي طب عليا دلوقتي. استغفر الله العظيم يا رب. استغفر الله العظيم. يا بنتي انت عايزه تموتيني؟ يا ماما موتك ايه بس؟ ايه الاوفر ده؟ يا حول الله يا رب. ماما سلام دلوقتي عشان انا عندي شغل، وبالليل ان شاء الله هبقى اكلمك قبل ما انام. يلا سلام. ريم استني بس. ريم الو، انت يا بنت؟ يا كلبه يا كلبه، بس ترجعي. ايه اللي خليتك تخرجي بره البيت؟ ما بقاش على حسنه.
مالك يا رائف؟ ايه؟ مش عارف يا باسم، المصايب نازله ترف على دماغي ومش عارف اعمل ايه. حتى النهارده جيت الشغل عشان اشتغل معرفتش. الله صحيح، هو انت سايب بابا مع مين؟ مع نسرين بنت عمي. طب كويس انك لقيت حد يؤتمن تسيبه معاه. الحمد لله طبعا. بس موضوع نسرين بنت عمي وعمي ده بصراحه عامل لي مشكله، مش عايز اتقل عليهم اكتر من كده. يا حبيبي ده اخوه وبنت اخوه، وايه المشكله في كده؟ هما دول اغراب، هتقول لي اتقل وما اتقلش. يا حبيبي يا حبيبي، انت في حاجات ما تعرفهاش. طيب ما ترسيني في ايه؟ نسرين بنت عمي. مالها؟ يعني بحس من طريقتها معايا كده ونظراتها انها معجبه، بتحبني كده يعني. تصدق فعلا عندك حق، دي مشكله، مشكله كبيره قوي. هو في حد يطايل حد يحبه في الزمن ده؟ يا ابني يا ابني، مشكله فعلا، مشكله. بالعكس انا شايف انها مش مشكله، لانها تحاول تقرب لك وتحبك وتعمل لك كل اللي انت عايزه عشان ترضيك. يا ابني انت مجنون، يعني استغل بنت عمي واقول لها ان انا بحبك عشان خاطر تقف جنب ابويا؟ انت مجنون يا ابني، استغلها. هو انا بقول لك استغلها؟ بقول لك ايه، هي بصراحه بنت كويسه وفيها مميزات الدنيا كلها. بس يبقى تتجوزها. يا ابني يخرب بيت بقك على اللي انت بتقوله. انا هي حلوه وكويسه لكل الناس طبعا، ودي حاجه حلوه جدا، لكن بالنسبه لي انا هي اختي. اختك؟ ده انت فقري، ولا تلاقيك صحيح مش قادر تنسى حبيبه القلب. بقول لك ايه، انت تسكت خالص وتخرس بدل ما تطردك من هنا، انت فاهم ولا لا؟ ما هو انا كده لما اجي لك على الجرح تقول له اسكت وما تسكتش. يا عم انساها بقى، ده انت لو بتحب انجلينا جولي كان زمانك نسيتها. باسم قوم اطلع بره. يلا يلا قوم امشي امشي يا اخي، قوم خليني اشوف شغلي، انا ما عملتش حاجه النهارده خالص والناس هرياني تليفونات. ماشي يا عم الباشمهندس، خلص شغلك. استاذن انا. ماشي، خلي بالك من نفسك. حاضر. شريف، 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 يا شريف، يا شريف، يا شريف.
كتير قوي. يا نهار اسود، يا نهار اسود، يا نهار اسود، يا لهوي. امي فين؟ فين؟ أيوة يا سهيل، هو شريف كلمك؟ يعني انتي متعرفيش هو فين؟ يا ستي مفيش حاجة، جاوبيني. طب والنبي لما يكلمك ولا تعرفي هو فين كلميني ضروري، ضروري سهيلة والنبي. يا ستي مفيش حاجة، اقفلي سلام. نهار اسود والنبي، نهار اسود، يا لهوي. خير يا دكتورة؟ نتائج التحليل مش حلوة خالص. ازاي؟ ما تتخضيش قوي كده، انا هكتب لك على شوية ادوية وسبلمنتس تاخديها لمدة 3 اسابيع، هتغير لك كل النتائج اللي في التحليل دي. يعني فيها امل بيبي ما يموتش بعد الشر؟ بس حقيقي ضحكتيني، اصلا انا خايفة قوي. بصي يا مريان، انا عايز اقولك حاجة، نص العلاج بيبقى في ايد المريض نفسه. ازاي؟ مش فاهمة. يعني ارادتك ورغبتك اكبر دافع ان هم يخرجوا المخدر من جسمك. بدال ايش يا دكتور، انا عندي رغبة اكيد ان انا اخف. انت عارفة انا سمعت الكلام ده من كام واحد قاعد على نفس الكرسي ده قبل كده؟ كتير قوي، وللأسف 20% بس هم اللي كانوا صادقين في كلامه. صدقيني يا دكتور انا عايز اخف، بقاله الذنب اللي في بطني ده يتحتى من نتيجة حاجة انا عملتها. انا عايزاكي انتي تخفي عشان انتي عايزة تخفي، مش عشان اي حاجة تانية. مش فاهم قصدك ايه. قصدي يعني افرضي لا قدر الله البيبي نزل، مش هتكملي علاج؟ هو البيبي ممكن يموت؟ انا بقول لا قدر الله، انا مش بخوفك، انا بس عايزة اسمع منك اجابة واضحة وصريحة، هتكملي علاج ولا لا؟ بصراحة لولا اللي في بطني انا ما كنتش هفكر في موضوع العلاج ده. ليه يا بنتي؟ هو انت جسمك هين عليكي قوي كده ليه؟ عايزة اعرف السبب. حضرتك عارفة احساس المدمن ايه اللي بيبقى عايز يشد بودرة ومش لاقي؟ مفيش حاجة ممكن تخليه يستحمل العذاب ده غير البطن. طيب نأجل الكلام في الموضوع ده دلوقتي، انا زي ما قلت لك هديك شوية ادوية وسبلمنتس تاخديها واشوفك بعد 3 اسابيع، وطبعا مش هفكرك، لو عاوزتي اي حاجة في اي وقت تليفوني مفتوح لك على طول. مش عارفة اقول لك ايه، يا ريت الناس كلها تبقى زي كده. يا سهيل، شريف ظهر ولا لسه؟ لسه بكلمه، لسه قافل تليفون. انا راجع اهو في الطريق دلوقتي. طيب بقول لك ايه، لما ماما تكلمك وهي والنبي تغلطي في الكلام،
هي المفروض عارفة ان انا راجعة بكرة من اسكندرية. ها لما اجي احكي لك على كل حاجة. لا مفيش حاجة بخير يا سؤال. طيب اقفلي بس دلوقتي عشان انا حواليا ناس مش عارفة اتكلم. سلام. مش وقت الكلام ده دلوقتي. طف يجنن وما عامل لي الباقي. بصي انا عايزه اقلك. لا يا امي انا بطلت. بنتي بلاش هبل. شيليه عندك مسيرك هتزعلي. انجزي هتجيبي الفلوس مني في العربيه. انت لك الفلوس من جوه. يلا يا بنتي انت لسه هتفكري. حلال عليكي في الباب. سلام. احنا فرغنا كاميرات البنك. هي صورت عربية. احتمال كبير تبقى العربية. انا جبت رقمها وبعتها. اللي انت متعود عليها دي خالص. قصدي انها حل بالطب الشرعي ولا بتاريخ العربية. بيعملوا حاجة زي كده او اقعد يا ابني. هي غريبة شوية. حراسة لسابت سعيد. ومين قال لك يا ايور؟ مفيش يا باشا. لو في كده يبقى معناه رجالتي شايفه شغل يا باشا. فاهمك يا سيدي. تعالى لهم حراسه لحد شايفه. لا ده شغل عالي قوي. عايزك بقى تتعود على الطريقه دي. لان المر الغربيه يا فندم. قهوه الباشا. تمام يا فندم. قهوه عشان مش هتنزل اجازه. يا ابني فعلا يا باشا بيقولوا العربيه مسروقه من 3 شهور وامبارح لو يا ابني انا مش قايل لك الكلام ده من الاول. نور يا باشا. الفتره الجايه هتفكر في القضيه دي ازاي. طب انت رايك نشتغل في القضيه دي ازاي؟ الكلمتين اللي هقولهم لك دول مهمين. كده انا ايه بس يا بنت بلاش هبل. ليه بسيطه وهترجعي زي ما بس يا سهيله الفلوس كنت تدبر ان شاء الله انت امك معاها. انت مش فاهم حاجه يا سهيله. الموضوع ده عامل زي وهو طبعا زمانه ملايين يا سهيله تحت في الابلاين. هو انت يا سلام والناس هو اللي يعرفوني انا يعرفوني انا. الله يحرقك يا شيخ. ده يطلع من الواد انا اللي استاهل ضرب الجزمه. فعلا اللي استاهل ضرب الجزمه. تريق على ماما عشان كنت بتخاف. انت كنت سمعت كلامها بس انا غبيه سهيلة. يا عم ثابت مالك؟ ينفع كده؟ كل ما اخش عليك ولا ادني ينفعش والله والله هترجع سلسل المحاكم من تاني صدقني. ماشي انت مش مصدقني بقى زي الفل. وبعدين يا عم منك قوتي بيه. لا توجهني اعرف احد والسنه ما يتعرض لمشكله ما يعرفش يتغلب عليها. لا يا عم ثابت انت قدها. في ناس كتير قوي لو فكرت تنزل الرسالة هتلاقي مالي عليك. شوفك عم ثابت كف ان شاء الله. انا هنزل اقعد معاك. حياتك عندي يا دالي بال. ما اعرف مين اللي عمل فيك جيب لك حقك. كل حاجه حلوه عملتها
اديتهولي كله مش هسكت. اسكت يا عم سامي وهجيب لك.
بتحبي قهوتك ايه؟ زيادة ولا مظبوط؟ يا دي المصيبة، ده احنا لازم نبيع كل اللي حالتنا عشان ما تتسجنيش. نهار اسود يا لهوي. بصي يا ماما، هو احنا حتى لو بعنا المعادي دي كلها مش هنعرف اصلا ندفع للناس دول اي حاجة. بصي انا لازم الاقي الشريف ده، هو ده اللي هيجيب لنا الفلوس. يا سلام، وانتي لو لقيتي الزفت بتاعك ده هتيجي الفلوس بالسهل كده؟ معرفش، بس احنا نلاقيه بس الاول. بصي احنا بقى نكلم عمي وهو يجي من البلد يخطفه ونحطه في اي حته. اخرسي اخرسي اخرسي، انتي ايه انتي قابله بنت انتي؟ عصابه ايه وخطف ايه اللي انتي بتقوليه ده؟ ما احنا لو ما عملناش كده يا ماما نتسجن. انا عايز اعرف الواد ده اخد منك الفلوس ازاي؟ لا مش فاهمه قصدك. يعني الواد ده اخد منك الفلوس ازاي؟ انت كنتي قاعده في انهي اوتيل؟ ما انا قلت لك انا كنت باخد شقه اجرتها. كنت قاعده بقى فيها لوحدك ولا الواد ده كان معاكي؟ وده يا ماما اللي انت بتقولي ده؟ هو ده يا ماما بتاعت الكلام ده؟ انت نصابه، انا ما عنديش ثقه فيكي. بصيلي هنا وانا بكلمك. شفتي اخرة عدم سمع الكلام اللي حصل؟ وديتي نفسك وديتي نفس التين ده. وكل ما يتكلم معاك انا كبرت، انا اقدر اعتمد على نفسي. ايه الاوفر ده؟ بس انتي مش غلطانه، انا اللي غلطانه واستاهل ضرب الجزمه. لاني لو كنت نطشتك ما كانش ده حصل، والله ده ما كان حصل. اوعي تفتكري ان سكاتي على قله ادبك وتشويحك وبجاحتك معايا ده كان ضعف مني. بالعكس، انا كان نفسي تطلعي بني ادمه، نفسي تطلعي انسانه طبيعيه محترمه. كان نفسي لما اكبر واعجز وابقى كركوبه كده انت اللي تشيليني. بس تشيلي مين؟ انا هفضل اشيلك العمر كله، هفضل اشيل قرفك العمر كله. سامعك؟ عارفك اللي انا فيه يا شيخة. حرام عليكي، حرام عليكي، حرام عليكي. اعمل ايه يا ربي؟ بس اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه في المصيبة دي؟ اعمل ايه؟ أرجوك يا باشمهندس ما تفهمنيش غلط. يا باشمهندس أقسم بالله أنا ما حرامية، أنا صحفية من جريدة الحدث واسمي روان. أنا عارفك، عارفك من كتر مطارداتك ليا في كل حتة. الحمد لله أنا حضرتك افتكرتني. أيوة، بس مش معنى إن أنا افتكرتك إن أنا مش هسجنك الليلة. والله العظيم لو حضرتك عرفت أنا جاية هنا ليه هتشكرني. حبيبتي بطل الحركات دي، إدمن جدا، خلاص بقى. أستاذ رائف، وحضرتك لسه مصدق إني حرامية؟ ما حد ينط على حد في مكتبه وفي نص الليل يبقى اكيد حرام. بس انا ليا سؤال عندي. هو انا لما كنت انا والوالد نازلين من المستشفى وكان المصورين والصحفيين حوالينا، كان معاكي ولد بكابوزه كده برضه يعني بيحاول يصور وكده، وانت كنت واقفه في مكانك ما اتحركتيش ليه؟ وحضرتك شفتني؟ شفتك، انت كنت في مكان ظاهر جدا والولد كان عمال يصور، وانا كنت متخيل ان انت هتيجي تاخدي مني كلمه ولا حاجه. حتى تاني يوم قعدت استنى، قلت يمكن تنزلي مقال او صوره او اي حاجه، ما لقيتش حاجه. نعم. معلش بس رجلي تعباني شويه. الله يكون في العون. استاذ رائف، انا صحفيه عندي مبدا، وشرف مهنتي ما يسمحليش ان استغل موقف انساني زي ده عشان اعمل سبق صحفي. الله الله على شرف المهنه. لا لا، بصراحه
انت عجباني، شرف المهنه يقول انك في انصاص الليالي تنطي على مكاتب الناس عشان تاخدي اللي انت عايزاه من وراه. لا 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 لا، ونعمه شرف، شابوه شابوه بجد شابوه. يا باشمهندس رائف، الغايه تبرر الوسيله، وانا غرضي شريف والله. ايه قررت تتجوزيني خلاص؟ طب لو حضرتك بس تسمح لي اتكلم لمده 5 دقايق، ولو كلامي ما كانش مقنع بالنسبه لك تقدر حضرتك تسلمني للبوليس، ايه رايك؟ أسلمك للبوليس؟ خلاص خلاص كملي، قولي عايزة تقولي ايه. اتأخرت ليه طيب؟ اتأخرت ليه؟ انا اكيد زمانها اتقفشت. انا حذرتها، انا حذرتها، ربنا يستر. المصيبة اللي هتجيب سيرتي في التحقيق، نهار اسود عليها ولا سنين السود. طب انا اكلمها لا لا، ما زمانت الحكومة مراقبة التليفونات. استر يا رب، استر يا رب. يبقى احنا دلوقتي عندنا 3 قضايا مفتوحين وهم دول اللي عليهم الكلام. قضية عماد وصفي بتاعت البورصة، وقضية الشركة الأهلية للمطاحن بتاعت فؤاد سري، وقضية وزارة النقل، ودي اتفقنا بقى إن احنا هنستبعدها عشان ده أصلا مش أسلوب الدولة. أنا مش حاسس ولا قضية من دول هيوصلونا لحاجة. بعد كل الشرح والتعب ده انت أحبطتني يا باشمهندس. في حلقة مفقودة لازم نوصل لها، مش هنوصل لها بسهولة. احنا فعلا محتاجين وقت. بقولك ايه، كفاية كده النهاردة، ومشي لي السبوره ديت وامسح اللي عليها لحسن لو مؤنس جه بكره ولقاها يعمل لنا حكايه. ماشي، وبكره خلينا نتقابل هنا في نفس الميعاد. تمام. بس انا بكره مش هاجي لوحدي. ما لا هتيجي مع مين؟ حمدي. لا 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 كلاب، لا كلاب، لا عيب، انا مصور محترم. يا لهوي، ده بيترعب من الكلاب. انا لازم امشي. عيب، انا مصور محترم. عيب. بكابوس ده بيترعب من الكلاب؟ ده لو اتاوب هشفطهم. الحاجة دي تمام، مستنيك كل مرة بقى. مساء العسل يا فارس بيه. تغيرت المكان ولا ايه؟ دواعي أمنية بقى. وانت بيهمك يا عمهم، حرس ولا تخون يا فارس باشا. المهم جاهز. مرع دايما جاهز. المهم استاف مية مية. نمبر وان يا ريس. حبيبي. ميت ميس عليك. صباح الفل. ايوه يا فارس، انت فين؟ هقابلك انا بنفس الحته. يا فارس، ايه الاخبار؟ كله تمام سعادتك. ايوه تمام. ايه يعني، في اخبار؟ لا لسه، ان شاء الله هعرف الاخبار باذن الله. ان شاء الله؟ امال تمام ايه وزفت ايه؟ لا انا قصدي عن الحاله الامنيه بتاعت الشركات كلها تحت السيطره. انا لسه عامل جوله بنفسي. نعم يا اخوي، حاله امنيه ايه وهباب ايه؟ الله، هو انتوا بقيتوا خايبين كده ليه؟ تفضل يا استاذ، مش عايز اشوفك هنا تاني الا ومعاك اخبار، مفهوم؟
مفهوم سعادتك. طب اتفضل يا اخوي وريني جمال خطوتك. تحت امرك سعادتك. اهلا اهلا بيك. اهلا يا حبيبي. اهلا بيك. تعال يا راضي. روح يا راضي. في ايه يا راضي مالك؟ ابدا سعادتك الجدع ده اول ما بشوفه دمي بيتعكر. اوه يا عم راضي شيله من دماغك بقى. اقعد اقعد. مش لما يشيلني هو الاول من دماغه؟ قول لي يا راضي ايه الاخبار؟ ده ايه يا سادي؟ انت مال قلبك بقى خفيف قوي كده ليه؟ مش مسألة قلبي خفيف، بس احنا عندنا حلول تانية كتير قوي. هو في ايه يا سادي؟ هو انت اللي بتكرر ولا احنا اللي بنكرر؟ نفذ اللي قلت لك عليه. نفذ يا سادي. نفذ يا سادي. بس مالك يا عمي خير؟ يا ساتر يا رب. تشرب ميه؟ انت كويس؟ خلاص يا ثابت، بقيت مسجون بين اربع حيطان، لا قادر تتحرك ولا قادر تتكلم، وحمل كبير قوي فوق صدرك بتصرخ من جواك 100 صرخة، محدش سمعك ولا حس بيك، عايش مع كوابيسك وأشباح بتطردك. يا ترى الحكاية خلصت على كده ولا اللي جاي أصعب؟ يا ترى إيه يا ثابت؟ إيه؟ اهلا 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 حبيب بابي. اهلا اهلا اهلا. انت حبيب بابي وروح قلب بابي من جوه. وحشني قوي يا تموره. انت قوي يا بابي. يا حبيب تامر. بس اللي وحشك؟ معقوله اللي انت بتقوليه ده؟ طب ده انا بموت في تامر علشان ده هديه ام تامر ليا. ام تامر دي بلدي قوي يا عز. وإيه يعني؟ في أحلى من البلدي؟ من فات قديم وتاه. وبعدين لعلمك بقى أنا راجل عصام، بنيت نفسي بنفسي، ما اتولدتش في بقي معلقة ذهب. بس أنت يا حبيبي بقيت في كاتيجوري تاني خالص. وخلي بالك رجل أعمالك كبير، كل كلمة محسوبة عليه. إيه حتى الكلام؟ الكلام كمان هيحسبوه عليا؟ مش كفاية الزفت اللي اسمه الفيسبوك ده راصد كل حركة للواحد؟ يبقى تعيش هتقرف. مالك يا حبيبي؟ جاي متعصب كده ليه؟ متعصب؟ هو اللي يشوفك يتعصب برضه يا انجي؟ لعلمك اللي يشوفك يشوف كل حاجة في الدنيا دي جميلة وحلوة، وحتى لو عنده مشاكل ينساها فورا، ولو حاول يفتكرها ما يقدرش. لا انت مش عصبي خالص، انت مزاجك عالي قوي. مش كده؟ بقولك ايه؟ العشاء جاهز؟ أنا ميت من جوا. العشاء جاهز وتمورة سهران ومش راضي يتعشى غير لما بابي يجي، صح يا تمورة؟ تمورة ده حبيب بابي. حبيب بابي. طب يلا بقى غير هدومك على بال ما خلي إدريس يحضر لنا العشاء. أوكي. تيجي معايا تمورة؟ يلا. عندك عمي التاني برضو لازم تاخدي بالك منه. ما تقلقش على عمك، انا بعمل له كل حاجه قبل ما اجي عليا. شطوره. بقول لك ايه؟ اللحظه انت كده اتاخرتي خالص، لازم تروحي. ماشي انا عندي
هنزل اخد تاكسي كده واروح على طول. تاكسي ايه؟ لا طبعا انا اللي هوصلك. بس ما ينفعش هتسيب عمي كده لوحده. لا ما عمك نايم حلو هو زي الفل ما فيهاش حاجه خالص. يعني فلنفرض صحي محتاج حاجه. ده لا هو شاطر وهيفضل نايم لغايه ما اجيله. يلا هوصلك مش هينفع اسيبك لوحدك. خلاص بتشوف. اتفضلي. في عشرات من البيوت المصرية التي فقدت مدخراتها. هل التسويق الشبكي هو توظيف المال في هذا العصر؟ هل سنرى السعد والريان ومثل هذه التجربة ولكن أونلاين؟ الحقيقة مجموعة من الشباب عملوا شركة محلية لمحاكاة شركات التسويق العالمية. هؤلاء النصابين استولوا على ما يقارب 100 مليون جنيه تقريبا، وما زالت التحقيقات مستمرة للوصول لكل من شارك في هذه العملية. ألو يا مريم، تحت أمرك يا مريم، بيت أخوكي مفتوح في أي وقت. صباح الخير. صباح النور. الدكتورة راجية موجودة؟ نقولها مين حضرتك؟ مريهان. أيوة مريهان. أيوة يا حبيبتي. هلو هلو. اتفضلي. ازيك؟ صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. ازيك؟ تعالي اتفضلي اتفضلي. تشربي ايه؟ نسكافيه. اوكي. شريفة. نعم يا فندم. اتنين نسكافيه لو سمحتي. حاضر يا دكتور. قولي لي بقى ايه الموضوع؟ دي نسخة من مفاتيح بيتي. عايزاكي تخليها معاكي. ودي شنطة بكل الفلوس اللي معايا، عايزة أخليها عندك، عايزاك كل شهر تديني مرتب، وكده كده أنا الشهر ده مش محتاجة أي حاجة، جبت كل حاجات البيت. واضح إنك خايفة من نفسك. بصراحة مش هكدب عليكي، أنا امبارح كان معايا ستاف بس رميته التواليت. بصي، كون ان انتي تعملي كده بنفسك دي خطوة ناحية العلاج. ادعيلي يا دكتورة ان انا اتعالج. هتقدري؟ صدقيني يا مريان هتقدري. والتاني مرة بقولك، لو رجعتي تاني يبقى تنسيني. اتفقنا؟ وانا كل بنتي عملت ايه؟ يعني انت مش عارفة في ايه؟ وانا هعرف منين اذا كانت ما بتخرجش برا البيت اصلا؟ يا سلام. طب هي موجودة هنا دلوقتي؟ أيوة طبعاً قاعدة في أوضتها. مفيش حد فوق يا فندم. إزاي الكلام ده؟ بقولك إيه؟ بطل استعبار، بنتك فين؟ والله ما أعرف، أنا سايباها في أوضتها وأنا كنت قاعدة بتفرج على التلفزيون. طب اسمعي بقى، بنتك نصابة وهتتجاب هتتجاب. إيه اللي حضرتك بتقوله ده أصلاً؟ وبعدين إحنا ناس محترمين وبنتي متربية، أكيد الموضوع فيه سوء تفاهم. تمام، يعني أنت مصممة على الإنكار، يبقى حضرتك بقى هتشرفينا في الاسم شوية. حلو قوي نسكافيه يجنن. بالهنا والشفا. ده سر المهنه بتاع شريفه، وخايفه تقولي على السر ده لحسن امشيها وكانها قاعده مخصوص عشان النسكافيه. طيب انا هستأذن انا بقى. ليه؟ ما لسه بدري. ما لازم اروح البيت. اوكي. عموما انا هشيل معايا الفلوس لو ده اللي يريحك. وانا مش هلاقي حد امن منك اشيل عنده الفلوس. ميرسي يا مريم. ثانيه واحده. ايوه يا رائف. في ايه مالك؟ معنى كده ان حضرتك بتشكك في الجهات الرقابية؟ لا 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 لا، بلاش الطريقة دي. بقول لحضرتك ايه، انا رجل قانون وازعم ان انا بفهم كويس قوي في القانون، فحكايه انك تحاول توقعني في الغلط دي لعبه بلاش تلعب. بلاش انا، انت عارف كويس معالي المستشار ان انا ما بلعبش اللعبه دهيت، وده مش اسلوبي وانا مش بتاع الالعاب دهيت. انا كلامي محدد،
الجهات الرقابية قدمت تقرير موثق بيقول إن المذكور يتمتع ببراءة الذمة، صح ولا مش صح؟ أنا مش فاهم سعادتك، إيه مشكلة حضرتك معالي المستشار بالظبط؟ مش مشكلته معايا، مشكلته معاك أنت. معلش بعد إذنكم، مش هينفع كده. معلش بعد إذنكم، بعد وقت برنامجنا خلص. أعزائي المشاهدين، نكتفي بهذا القدر من هذه المناظرة القوية، ونشكر سيادة المستشار الأستاذ ثابت سعيد والأستاذ سامي سليمان، وإلى لقاء آخر وحلقة جديدة من برنامجكم المواجهة. يلا يلا يلا، على العموم شكرا، أنا غلطان إن أنا جيت البرنامج. عمرهم ما هيتغيروا، أنا عارفهم كويس، هي دي طريقتهم. حضرتك ما سكتش برضو، وانت افهمته يا ست المستشار. لا انت خلصتيه من ايدي لما نهيت البرنامج. بس انت مذيعه رائعه بجد يعني. شكرا، دي شهاده كبيره والله من حضرتك. فرصه سعيده انجي. انا الاسعد، نورت البرنامج. شكراً حضرتك. شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين، الى اللقاء في حلقه جديده. استاذه انجي زهران؟ ايوه انجي زهران، مين حضرتك؟ فارس، فارس منصور. اهلا وسهلا، اي خدمة؟ ابدا، كنت جايلك كده عايزك تعملي حلقة مع حد مهم شوية. والحد ده ملوش اسم؟ لا طبعا ليه اسم طبعا، بس مش مهم دلوقتي. شوف يا استاذ، اولا لو حد عايز يعمل معايا حلقة يتواصل مع الاعداد مش معايا، ثانيا انا مش بتعامل مع حد انا مش عارفة هو مين. شوفي حضرتك، أنا أكيد شكلي مش واحد جاي يهزر معاكي أو يعمل عليكي نمرة، الموضوع ده بجد. أنا جايلك من طرف راجل من الناس المعدودين جدا في البلد، اللي زي ما سعادتك عارفة كلامهم بيبقى موزون بميزان من ذهب، يعني مفيش أي مجال لأي غلطة، عشان زي ما بيقولوا كده الغلطة بفورة. أستاذ فارس، خدامك فارس. لا العفو، بص يا أستاذ فارس، أنا ماليش علاقة باللي حضرتك بتقوله، ده راجل من المعدودين في البلد على عيني وعلى راسي، لكن أنا في شغلي ليا مبادئي وليا أسلوبي، ومفيش عندي استثناءات. لا استثناءات إيه؟ بس هو كان طالب إن هو يقابلك الأول. وأنا ما بقابلش حد. حتى لو عرفتي إن الراجل اللي عايز يقابلك ده عز الدين نديم. مساء الفل. رجعت يا حبيبي؟ انا رجعت بقالي شويه، بس انت اللي مش حاسه. ما سمعتش والله. تامر حبيبي بس هو اللي حس بيا. قولي لي بقى ايه اللي مضايقك؟ لا يا حبيبي ما فيش حاجه. لا 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 لا، مفيش حاجه ازاي وانا مش عارفك؟ اصل ايوه اصل تمام كده، في حاجة. أصل إيه بقى؟ شغل وحشني قوي. بقولك يا إنجي، من قبل الجواز وإحنا متفقين على الحكاية دي مش كده؟ مش قلتلك مفيش حاجة؟ يعني أحسن إنك ما تعرفش. أنا لو أعرف إن الحكاية كده ما كنت سألت أصلا. تمام، دقيقتين على بال ما تغير يكون العشاء جاهز. ليش نفس